الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعي حساب ملاعبكم في برنامجكم الأوروبي تيفو. حلقتنا اليوم تحدث عن الفريق الأسطوري لفخر لندن وعن مدرب داهية صرح ضده مورينهو في أحد التصريحات بأنه متخصص بالفشل. هذا المدرب هو أرسين فينجر وهو الوحيد الذي حقق الدوري الإنجليزي بدون أي خسارة. حلقتنا اليوم تتكلم عن عام 2004. قبل حلقتنا ما ننسى الشير واللايك والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات. وصل المدرب المغمور أرسين فينجر لنادي الأرسنال بعام 1996 واستمر لغاية 2018، وقد حقق الكثير من البطولات في هذه السنين الطويلة. ومما لا شك فيه أن الجيل التاريخي لنادي الأرسنال هو أحد أقوى الفرق التي جاءت على تاريخ كرة القدم بشكل عام والدوري الإنجليزي بشكل خاص، حيث يعتبر هو الفريق الوحيد في حقبة البريمير ليج الذي فاز بالدوري بدون أي هزيمة. وقد تمكن فريق المدفعشية بقيادة المدرب الفرنسي أرسين فينجر من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج في موسم 2003-2004 من دون أي هزيمة، حيث فازوا في 26 مباراة وتعادلوا في 12 آخرين من أصل 38 مباراة في الموسم. واستطاع أيضا هذا الفريق من عدم الخسارة في 49 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي بقيادة الفرنسي المحنك منذ عام 2003 حتى عام 2005، وتوقفت تلك السلسلة ضد نادي مانشستر يونايتد في مباراة لا تنسى، شهدت جدلا تحكيميا كثيرا في ملعب الأولترا فورد. ونستعرض لكم في هذه الحلقة أحبتي أهم العوامل التي كانت هي السبب في قوة هذا الجيل في نادي الأرسنال والذي أخرج لنا الكثير من الأساطير العالمية. أول العوامل في هذه الحلقة هي قوة الانسجام في الفريق، تأتي من الاستمرارية. إذا نظرنا إلى أغلبية النجوم الذين لعبوا سويا في هذا الفريق سنجد أن معظمهم يتواجدون لفترة ليست بقصيرة في النادي. فمثلا الغزال الفرنسي تيري هنري كان متواجدا منذ عام 1999 وباتريك فييرا منذ 96، أما دينيس بيركام فكان متواجدا منذ 1995، وأيضا على سبيل المثال الوحش الإنجليزي سول كامبول منذ 2001، أما الإنجليزي الآخر أشلي كول منذ 1999 وروبرتو بيريز منذ 2000، أما ليونبرغ منذ 1998. وقد يكون أجدد المنضمين للنادي هو البرازيلي سيلفا منذ عام 2000. فكان أغلب اللاعبين متواجدين مع بعض حتى تحقيق الإنجاز تقريبا لمدة 5 سنوات أو أكثر. العامل الثاني هو عامل اللغة. يقول الكثير من الخبراء في عالم كرة القدم بشكل خاص إن اللغة المشتركة بين اللاعبين والمدرب تكون عاملة قوة كبيرة، وهو أفضل من أن يتم تعيين مترجما لهذا المدرب، فنقل المعلومة من المدرب إلى اللاعب تكون بشكل أقوى من نقل لها بواسطة بين اللاعبين. وتوحيد اللغة أيضا بين اللاعبين يكون عاملا أقوى بكل تأكيد، ونادرا ما ينجح خط دفاع يتحدث بأكثر من لغة نجاحا كما نجح دفاع الأرسنال. وبعيدا عن قدرة أغلب اللاعبين على التحدث باللغة الإنجليزية، إلا أن تواجدي مدرب فرنسي مع جيل فرنسي حقق كأس العالم 1998 مثل اللاعب الكابتن باتريك فييرا أو الغزال الفرنسي تيري هنري أو سيلفان ويرتورد أو بيريز الأنيق الفرنسي الجميل. هذا الجيل الفرنسي اللامع في الأرسنال كان له أثراً إيجابياً بكل تأكيد. ثالثاً عبقرية تيري هنري وثنائيته مع دينيس بيركام. تكمن عبقرية دينيس بيركام وتيري هنري سببا واضحا لتفوق هذا الجيل القوي لنادي الأرسنال، وذلك بسبب تحويل مراكزهم من المدرب أرسين فينجر لمراكز أخرى
وإبداع كل منهما في مركزه الجديد، أي عندما كان تيري هنري لاعبا في اليوفنتوس كان يلعب في مركز الجناح وتحول في الأرسنال لمهاجم صريح. أما دينيس بيركام فكان مهاجما صريحا في أياكس وإنتر ميلان، ولكن بعد 3 مواسم كمهاجم في الأرسنال عاد لمركز المهاجم الثاني في بعض الأحيان، وأحيانا أخرى لعب كصانع ألعاب، وقد أبدع أيضا في المركزين الآخرين. رابعا، قوة هجومية وصلابة دفاعية. في موسم 2003-2004 كان نادي الأرسنال بطل الدوري اللاهزيمة، هو الأقوى هجوميا والأقوى دفاعيا أيضا، وبكل تأكيد يجب أن يكون الأمر بديهيا في كل بطل أن يكون هناك قوة هجومية مع صلابة دفاعية، حيث استقبل الفريق 26 هدف وسجلوا 73 هدفا من ضمنهم 30 هدفا للغزال تيري هنري. خامسا، عنصر الخبرة وتراجع مستوى المنافسين. لا شك أن هذا الوقت من البريمير ليج كان المنافسان المباشران على اللقب هما فريقان فقط، أرسنال ومان يونايتد، ولكن الشياطين الحمر تراجعوا وتراجع مستواهم في ذلك الموسم إلى المركز الثالث، وفي هذا الموسم بالذات كان الفارق بينهم 15 نقطة كاملة عن المدفعجية، فيما بدأ فريق البلوز تشيلسي في الدخول بالمنافسة في هذا الموسم، وكانت خبرة لاعبين الأرسنال كبيرة في هذا الموسم، خصوصا بعد فوزهم باللقب في موسم 2001-2002، ويملك أغلب اللاعبين شخصية كبيرة للفوز بالألقاب، وخصوصا التشكيلة الموجودة من أساسيين واحتياطيين. وفي الختام أحبتي، سؤال حلقة هذا اليوم لمن عاصر هذا الجيل بالذات، هل ترون بأن هذا الفريق هو أقوى الفرق التي مرت على تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟ تقبلوا أحبتي تحياتي، السيد علي العلوي، ما ننسى الشير واللايك والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، وانتظر تعليقاتكم، وفي أمان الله.